وأذهب إلى الخرطوم عبر الهاتف. ينضم إلينا العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم الجيش السوداني. عميد نبيل، كان معنا قائد الدعم السريع في النشرة السابقة، والذي تحدث عن اتهامات يصفها بالنسبة للجيش أنه يقوم بالقصف العشوائي، كيف تعلق؟ أهلا وسهلا بكم. أولا نحن يعني لا نقوم بأي قصف عشوائي، ولو كنا نريد أن نقوم بهذا القصف العشوائي لكنا قد يعني أحدثنا دمارا هائلا بالعاصمة الخرطوم، ولألحقنا خسائر فادحة بمواطنينا كما يفعلون هم الآن. نحن لا نتعامل إلا مع الأهداف المعادية التي توجه نيرانها على القوات المسلحة، ونحن قوات مسلحة يعني محترفة وشرعية، ولها يعني عمرها يقترب من 100 عام، ونحترم قواعد الاشتباك ونحترم القانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا يمكن أن نقصف عشوائيا أو أن نرتكب أي من جرائم الحرب التي يرتكبها المتمردون الآن. طيب، أنت ذكرت أن كما اتهمت للمتمردين بارتكاب ما قلت عليه أو أشرت إليه، لكن قوات الدعم السريع تنفي الاتهامات بشأن الاعتداء على عمليات الإجلاء كما نقل عن الجيش وأيضا عن المتابعين. هنالك أدلة وبراهين، هنالك طائرة تركية، طائرة الإجلاء التركية التي أطلقوا عليها النار ونزلت في مطار وادي سيدنا وتم تصويرها وبها آثار وفيها الإصابات جراء إطلاقها مضاداتهم الأرضية عليها. هنالك المواطن، أو هناك مجموعة الفرنسيين، الرعاية الفرنسيين الذين اعترضوهم وأطلقوا على موقفهم النار أثناء عملية إخلاءهم، مما ساهم في تأخير هذه العملية. هنالك أيضا فرد الحراسة الفرنسي الذي أطلقوا عليه النار، والفرنسيين ذكروا ذلك وتم إخلاءه إلى فرنسا مع الرعاية. هنالك أيضا السفير الماليزي الذي اعترضوه وأنزلوه من سيارته وسرقوا سيارته الدبلوماسية، سيارة السفير، وعليها شعار السفارة وعليها علم السفارة. هنالك سفارة سلطنة عمان التي اقتحموها والتي سرقوا منها عربة وأبلغوا بلاغا رسميا بذلك. وهنالك أيضا الكثير من التعديات والبلاغات التي وردت إلينا من مختلف البعثات الدبلوماسية من أن قواتهم ترتكز بالقرب منها وتفتح قواتهم تحت في بالقرب منها أو تحتها. نعم، نحن يعني نواظب دائما على نشر هذه الأشياء وتوضيح هذه الحقائق، طيب وبالتالي فهذه يعني اتهامات لا أساس لها من الصحة. طيب بالنسبة عميد نبيل، يعني ادعاءاتهم بأن نعم، نعم هناك تفضل تفضل. بشأن الهدنة نتحدث، نريد أن نتحدث بشأن الهدنة، هل لا تزال ثابتة من قبلكم رغم المناوشات وأيضا الخروقات التي حدثت؟ نحن كل ما أعلنت هدنة أو كل ما أعلن أو طرحت علينا يعني أمر هدنة نحن نوافق عليها طبعا، لكن الذي يجري أنهم هم لا يلتزمون بها إطلاقا. يعني وماذا نفعل في ظل عدم التزامهم بالهدنة، في ظل قصفهم العشوائي لمختلف المناطق، في ظل تحركاتهم العسكرية التي أبدا لم تقف ليلا أو نهارا، والتي يعني ومحاولاتهم لتعزيز قواتهم من خارج العاصمة، أرتالهم المتحركة، هذه كلها تحركات عسكرية هي خروقات لهذه الهدنة، وبالتالي نحن نتعامل معها طبعا، لأننا لا يمكن أن نقف وتوفي الأيدي وندعهم يستغلون إعلانهم لهذه الهدنة للتعزيز موقفهم المرتدي في العمليات، ثم بعد ذلك ننتظر ولا نتعامل معهم. نحن أي هدف عسكري معادي قام بأي يعني عمل عدائي تجاهنا حتى في ظل هذه الهدنة نحن في هذه اللحظة نتعامل معه، لأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي كما ذكرت لك. نعم، طيب، هل هناك مفاوضات من قبلكم مع أي جهات دولية من أجل التوصل إلى حل؟
لا 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 علم لنا بأي مفاوضة، وإنما نحن ذكرنا من قبل أن هنالك مساعي من جهتين، هنالك مساعي فرنسية سعودية أمريكية، وهنالك أيضا مبادرة طرحتها الإيجاد، وكلها تتعلق بوقف إطلاق النار وتمديد وقف إطلاق النار وإرسال مبعوثين ليتفاوضوا أو ليتباحثوا حول جوهر هذه المحادثات، ولكن ليست هنالك مفاوضات رسمية جارية، ولا نرى أن هنالك أيضا ما يتطلب أن يتفاوض حوله، لأنه هو الموضوع واضح وهي مشكلة عسكرية واضحة، هي حركة تمرد ومحاولة استيلاء للسلطة بالقوة، تمرد فصيل عسكري، وبموجب قانون القوات المسلحة هو تحت إمرة القوات المسلحة تمرد على القوات المسلحة وتمرد للدولة، وأصبح الآن يحارب ويقاتل الجيش السوداني، وبالتالي هذه مسألة يعني أنا لا أعتقد أنها أزمة سياسية أو أزمة يعني لها جوانب أخرى، وبالتالي فالموضوع واضح يعني حتى لا يتطلب الكثير من لا يتطلب التفاوض حوله أصلا، يعني إذا كان هنالك تفاوض فيأتي في إطار كيفية، هل هذا التمرد هم يريدون أن يوقفوا هذا التمرد، وإذا أوقفوا هذا التمرد يتم التفاوض حول المسائل العسكرية المتعلقة بالتعامل مع هذا التمرد، يعني من ناحية قوانين، من ناحية محاكمات، من ناحية لوائح نعم، ونظم عسكرية. شكرا لك من الخرطوم عبر الهاتف العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم الجيش السوداني.